الإسلام سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن. الإسلام سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن. فتح العقول قبل الحصول، ولواء الحق على الكون. بالعدالة والإيمان نزل الوحي، والوحي أمين على المختار طه الأمين. نزل الوحي، والوحي الأمين على المختار طه الأمين. أحكام رب العالمين، بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان. الإسلام سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن. الإسلام سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن. فتح العقول قبل الحصول، ولواء الحق على والمؤمنون حجت إليه. صلى القدوس والملك عليه، والمؤمنون حجت إليه. يا مسلمين صلوا عليه، يا مسلمين صلوا عليه. بتنالوا در الرحمن. سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن. فتح العقول قبل الحصول، ولواء الحق على الكون. بالعدالة والإيمان نزل الوحي، والوحي أمين على المختار طه الأمين. نزل الوحي، والوحي الأمين على المختار طه الأمين. أحكام رب العالمين، بشرى بالجنة والغفران للصالحين سلام، نور الوجود بالقرآن. الإسلام سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن. فتح العقول قبل الحصول، ولواء الحق على عليه. والمؤمنون حجت إليه. صلى القدوس والملك عليه، والمؤمنون حجت إليه. يا مسلمين صلوا عليه، يا مسلمين صلوا عليه. بيتنا
تفتح العقول قبل الحصول، ولواء الحق على سلام.
تفتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين نزل الوحي الوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على الملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين نزل الوحي الوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على الملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا سلم يا
فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين نزل الوحي الوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والوصال للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على الملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين نزل الوحي الوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والوصال للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على الملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا سلم
ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان. نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين. نزل الوحي والوحي الأمين على المختار طه الأمين. أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والوصال للصالحين ذوي الإحسان. الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن. الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن. فتح العقول قبل الحصون ولواء الحق على والملك عليه والمؤمنون حجت إليه. صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه. يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه بالقرآن. فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان. نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه نزل الوحي والوحي الأمين على المختار طه الأمين. أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والوصال للصالحين ذوي الإحسان. الإسلام سلم سلام نور الوجود بالقرآن. الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن. فتح العقول قبل الحصون ولواء الحق على والملك عليه والمؤمنون حجت إليه. صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه. يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه سلم يا سلام نور الوجود
فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على بالقرآن الإسلام سلم يا
المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والوفان للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على الكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين نزل الوحي الوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والوفان للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم يا سلام بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على الكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين
فتحلق قبل الحصون ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه بالجلال وهدى الرحمن الإسلام سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على نزل الوحي والوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصون ولواء الحق على والملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين نزل الوحي الوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن
العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه بالجلال ذا الرحمن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه بالجلال ذا الرحمن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على نزل الوحي والوحي الأمين
فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على الكون بالعدالة والإيمان صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه بيتنا نود الرحمن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على نزل الوحي والوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على والملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه بيتنا الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على الكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين نزل الوحي والوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن
تحلو طول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه بالتنان وذا الرحمن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على نزل الوحي والوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين نزل الوحي الوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا
فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على ملكون بالعدالة والإيمان صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين صلوا عليه بالجلال وهدى الرحمن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على نزل الوحي والوحي الأمين على المختار طه الأمين أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان الإسلام سلم سلام نور الوجود بالقرآن الإسلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على والملك عليه والمؤمنون حجت إليه صلى القدوس والملك عليه والمؤمنون حجت إليه يا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين